اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة اسماك الزينة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التغيير الدوري للمياه. المصطلح ده مهم جدا يا جماعة ان احنا نحفظه، ولازم نتبع اسلوب التغيير الدوري لحوض السمك بتاعنا. امتى احنا هنغير المية وامتى هنغير كمية كبيرة او كمية صغيرة؟ ده على حسب نوع الاسماك المتواجد عندك. لو اسماك زي اسماك الجولدن فيش او الشكلة الامريكي بيحتاج تغيير اكتر من 50%. النقطة المهمة اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا ممنوع منعا باتا التغيير الكلي للمياه. التغيير الكلي ده هيعمل على القضاء تماما على الدورة البيولوجية او النيتروجينية اللي احنا عملناها في الاول، وانا منزل عليها حلقة على القناة بتكلم فيها بالتفاصيل عن موضوع الدورة البيولوجية. طب ليه احنا بنحتاج ان احنا بنعمل تغيير دوري للمياه؟ اول حاجة ان انت بتجدد المياه بتاعتك، وبنحافظ على نظافة المياه. تالت حاجة ان الحوض عندنا بيبقى حاجة مقفولة وجواها بيبقى بواقي طعام وبواقي اخراجات الاسماك. اي نعم في فلاتر موجودة وفي بتسحب كل الفضلات وكل حاجة، لكن في الاخر بنفوجئ ان احنا بنلاقي ان المية عندنا بقى فيها عقارة او لونها بقى ابيض او اغمقت. المهم في الاخر المية بقت شبه ملوثة. بنبدأ نغير تغيير جزئي للمياه. تغيير جزئي يعني احنا ممكن نشيل 5%، 10%، 15% و 25%، واقصى حاجة نغيرها هي 50%. الحوض بتاعنا اللي قدام حضراتكم ده انا بغير فيه فوق 50% بشوية كمان، يعني ممكن اوصل 60%. ليه بغير 60%؟ لان انا عندي فترة كبيرة جدا، يعني انا نزلت اهو بالمنسوب، يعني الحوض حوالي 800 لتر او 820 لتر، بنزل بالمنسوب للاخر وببدأ اسحب المية كلها من الحوض، وبسيب 30 أو 35% من مياه الحوض الأصلية. ليه بخليها؟ ان انا بحافظ على البكتيريا النافعة جوه الحوض، وما يحصلش تغيير مفاجئ للمية والاسماك، وبالتالي يحصل شك للسمكة وتتصاب بالامراض. ودي نقطة من النقط المهمة جدا واحنا بنغير المية. طبعا وانت بتغير المية هنسحبها كلها، ويفضل ان انت تسحب من قاع الحوض، لكن انا ما عنديش فضلات كتير على قاع الحوض، بالتالي انا بسحب بس اللي هو ايه اللي انا عايز اغير الجزء من المية بتاعتنا. طب النقطة المهمة اللي انا بتكلم فيها هو امتى اللي انا اغير المية بتاعة الحوض؟ هي ملهاش معاد او موعد محدد ان احنا امتى نغير المية، لكن لو احنا اتبعنا ان احنا كل 10 أيام نبدأ نغير 10% او 15% من مياه الحوض يكون احسن بكتير ما احنا نقعد 2 أو 3 شهور. اولا بنحافظ على جودة المية، وبنمنع ان يحصل انفجار امونيا داخل الحوض بتاعنا وبيؤدي الى موت الاسماك، وبيبقى ده موت فجأة للسمكة، وتلاقيها كانت نشيطة في خلال اسبوع وفيها حركتها كويسة، وفجأة بقت فيه خمول وتقعد على الارض، وبعد كده تلاقي رغاوي بقت موجودة على سطح الحوض، وفجأة تلاقي السمكة ماتت. كل ده من الاهمال ان احنا ما بنغيرش المية بتاعة الحوض او التغيير الدوري، او مش مواظبين على التغيير الدوري للمية. التغيير ده هيتم بدون غسيل فلتر، وبعد كده بنخلي السمكة يوم من غير طعام تماما، وتاني يوم تبدأ تأكل السمكة بتاعتك. غيرنا الحوض وغيرنا المية وحطينا المية الجديدة، ودي المية اللي انا حطيتها اهي، وهتلاحظ ان السمكة في حالة انتعاش جديد خالص كده، وتلاقي حياة الحوض اتغيرت،
وبالتالي تبدأ السمكة في الانتعاش بتاعها وفي المية بتاعتنا. طب احنا غيرنا المية بتاعتنا بناء ان احنا حطينا بقى مزيل كلور وركلنا مية وشلنا مية وكلام من ده؟ لا طبعا نهائي. احنا ما علينا ان احنا شلنا 60% من مياه الحوض وعوضنا عنها من حنفية على طول على طول من غير اضافة اي مواد كيماوية للحوض بتاعنا، عشان احنا بنقول بنحافظ على الدورة البيولوجية وبنحافظ على الكائنات الحية اللي جوه الحوض اللي هي ليها دور فعال في المحافظة على درجات الامونيا والنتريد والمعادلة الكيميائية اللي احنا شرحناها قبل كده. عشان كده احنا ما بنضيفش ولا مزيل كلور ولا بنضيف اي حاجة للمية نهائي. مجرد المية من الحنفية انت بتحطها داخل الحوض، يعني مش هنحطها دفعة واحدة، يعني هتخلي الخرطوم بتاعك اللي وصل لمصدر المياه ان يبدأ ان ينزل المية بالراحة، مش قوة اندفاع عالية. دي بتخلي ان يبقى فيه يعني تكافؤ في عملية المياه وفي تعادل في موضوع المية، ما يحصلش تشك للسمكة مرة واحدة. عشان كده احنا بنخلي المنسوب المياه ينزل براحته داخل الحوض بدون استعجال نهائي. وبعد كده انت حضرتك بعد ما بتغير المية وبتغير شكل الديكور اللي انت عايزه داخل الحوض بتاعك، بتبدأ تقوم قافل الاضاءة بتاعتك، ويا ريت لو الفلتر باور هيت اللي انت بتستخدمه تقفله كمان، وتخلي مصدر الاكسجين بس اللي شغال عشان نمنع اي اجهاد للسمكة بتاعتنا او مجهود تبذله داخل الحوض بعد التغيير الجزئي للمية. بعد كده هنصوم السمكة، وبعد كده بتبدأ تأكلها تاني يوم. الموضوع ده يا جماعة عايزين نتعود عليه، ان احنا نبدأ نشتغل على التغيير الجزئي للمياه كل 15 يوم، كل 20، كل يعني مش عايزين نعدي الشهر غير لما تغير، وكل ما بتعدي مدة اطول طول ما انت وقت سحب المياه بتاعتك بتبقى اعلى. يعني انت كل اسبوع يبقى 10%، كل اسبوعين نخليها 20%، كل 3 اسابيع، وهكذا لحد ما احنا نبقى مستقرين في وقت معين لتغيير المياه بتاعتنا. دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، اتمنى ان هي تعجبكم واشكركم، وانتظر تعليقاتكم وبجاوب على كل الاسئلة بتاعتكم. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.